دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا به جعل الله تعالى له في الجنة نصيبا وافرا، لو قيس نصيبه بالدنيا لكان مثلها 40 مرة. اللهم غشني فيه بالرحمة والتوفيق والعصمة، وطهر قلبي من عائبات التهمة، يا رؤوفا بعباده المؤمنين.